مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون أهم وآخر ما تناقلته ونشرته الصحف المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بتطورات الساحة اليمنية. يمن مونيتور يكتب: الغام الحوثي قاتل مزمن يتربص بالنساء والأطفال في ريف تعز. العربي الجديد يتساءل: ماذا تعني التهديدات البحرية الحوثية بموازاة المفاوضات مع السعودية؟ والشرق الأوسط تتحدث عن ارتفاع وتيرة الصراع بين القيادات الحوثية في قطاع الكهرباء. مرحبا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين، والذي قال في تقرير له إن نادي المعلمين في صنعاء أعلن قبل أسبوعين عن تنظيم إضراب شامل حتى استعادة الحقوق الأساسية للمعلمين وأولها الراتب، وطالب بيان للنادي بسرعة صرف مرتبات موظفي التعليم العام بانتظام من بداية الشهر القادم وجدولة المتأخرات منها. أفاد الموقع في تقريره أن ميليشيا الحوثي قابلت إضراب المعلمين كعادتها بالبطش والتنكيل والقمع من خلال حملات اعتقال طالت بعض معلمين ممن استجابوا للدعوة. وفي حديث لموقع المصدر أونلاين، توقع الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد أن جماعة الحوثي لن تستجيب لمطالب المعلمين، لكنها قد تفجر مواجهة عسكرية مع الشرعية كنوع من الهروب ومحاولة إشغال الناس بهذه المعركة حتى تستطيع التغطية على التزاماتها تجاه المعلمين والموظفين بشكل عام. ولفت شوقي إلى أن المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي ليس أمامهم خيارات كثيرة لتحقيق مطالبهم، ربما يستمرون في عملية الإضراب، لكن الميليشيا سوف تتخذ إجراءات انتقامية ضدهم. ويقول الكاتب عبد الواسع الفاتكي للمصدر أونلاين إن ميليشيا الحوثي ستعمل كل ما بوسعها كي تخمد إضراب المعلمين وتحول دون توسعه ليشمل كل القطاعات. وأكد الفاتكي أن الميليشيا الحوثية تستولي على مئات المليارات من الريالات، ولديها من الأموال الطائلة ما يمكن أن تصرف به رواتب المعلمين وغيرهم، حيث أن إيرادات ميناء الحديدة وحدها كفيلة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. في مقال نشره موقع يمن شباب نت، ذكر الكاتب والصحفي سلمان المقرمي أن ميليشيا الحوثي وعلى مدى سنوات مضت أظهرت أنها عصابة إجرامية كبيرة تمتلك الكثير من الموارد والمقدرات والأسلحة والعناصر البشرية التي تمكنها من مواجهة أي تحركات شعبية معارضة بقسوة ووحشية دون أي رادع. وخلال سنة ونصف من الهدنة، قال المقرمي إن آثار الضعف الهائل الذي يعتري الميليشيا بدأ يظهر تباعا، والمشاكل الحادة التي تغرق فيها تبرز أكثر فأكثر من الانقسامات والاغتيالات العسكرية والانقسام الهائل بينها وبين حليفها المفترض المؤتمر الشعبي. أوضح المقرمي أنه وفق العقائد الحوثية النظرية والأيديولوجية وباعتراف المشاط نفسه في محافظة المحويت بذلك قبل أيام، فإن الميليشيا لديها مشكلة كبيرة مع مسألة العقد الاجتماعي للدولة، وفي مقدمتها دفع المرتبات وتنفيذ الخدمات، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي انتبهت لتضاؤل قدرتها على السيطرة على المجتمع بعد أشهر من الهدنة، فعملت على إنشاء سلسلة من الأجهزة الأمنية والمخابراتية فضلا عن المراكز الصيفية والمعسكرات باسم الداخلية والدفاع في محاولة منها للتركيز على قمع الداخل.
وذكر المقرمي في مقتضب مقاله أن المعلمين قبل أسابيع وعبر ناد جديد باسمهم نادي المعلمين أعلنوا إضرابا واسعا عن التعليم ليفتح الباب واسعا أمام بقية الجهات والمؤسسات الحكومية، موضحا في نهاية مقاله أن هذه التحركات الاجتماعية والاحتجاجات التي ظهرت في الأشهر القليلة الماضية من مظاهرات واعتصامات وإضرابات وحروب واغتيالات تبين أن ميليشيا الحوثي لم تعد قادرة على احتواء الاحتجاجات، وأن خلف القوة التي تحاول إظهارها ضعفا هائلا سينكشف قريبا وستنهار قوتها مع استمرار الاحتجاجات الاجتماعية بأشكالها المختلفة، وسيكون ذروة تطورها على غرار ما بدأه الناس في جنازة المكحل في إب قبل أشهر قليلة. ألغام الحوثي قاتل مزمن يتربص بالنساء والأطفال في ريف تعز. تحت هذا العنوان نشر موقع يمن مونيتور قصة أمل محمد والبالغة من العمر 35 عاما، والتي قال عنها الموقع إنها لم تكن محاربة في معركة ولم تنتمي إلى أي طرف سياسي، وإنما كانت ضحية مثل آلاف النساء التي يدفعن ثمنا باهظا في هذه الحرب. وبيّن الموقع أن أمل تواجه مخاطر عدة تضعها بحالة عجز شامل، حيث لا تستطيع إنقاذ حياتها أو يمكنها الاعتماد على نفسها أو خدمة أطفالها بسبب إعاقتها التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي. وقال الموقع إن الألغام والمتفجرات تمثل تهديداً مباشراً على حياة المدنيين، وهو ما يعيشه المجتمع اليمني يومياً جراء تزايد خطر الألغام بأشكالها المختلفة. في السياق يقول المسؤول الحقوقي للمرصد اليمني للألغام بمديرية مقبنة هادي الحميري ليمن مونيتور: وثقنا منذ عام 2016 في مديرية مقبنة سقوط 244 ضحية من المدنيين نتيجة الألغام الحوثية والقنص والأجسام الحربية من مخلفات الحرب في عدد من عزل مديرية مقبنة بمحافظة تعز. لم يكن السكان المدنيون في تعز بمعزل عن آلة الموت والانتهاكات التي تحصد العشرات منهم يوميا بسبب الحرب التي أنتجتها ميليشيا الحوثي. تقول المحامية إشراق المقطري الناطقة الرسمية وقاضية تحقيق في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ليمن مونيتور إن عملية زراعة الألغام التي رافقت الحرب في مديريات المحافظات اليمنية التي شهدت مواجهات تصل إلى 13 محافظة، ولم يكن أحد يتصور حجم هذا التلوث العشوائي والكثيف وعواقبه. ووفقا لإشراق المقطري فإن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تمكنت من التحقيق في أكثر من 1800 حالة من النساء هن ضحايا الألغام، وتم إعداد ملفات قانونية بهذه الحالات تتضمن شهادات وصورا لكل حالة. في الصحف العربية قالت صحيفة العرب الجديد إن جماعة الحوثي كثفت من رسائل التهديد بشن هجمات بحرية قد تطال بعض الجزر والعودة إلى حالة الحرب في البلاد التي تشهد هدنة طوعية منذ أكتوبر الماضي. ركزت الصحيفة في تقريرها أن الجماعة أطلقت خلال الأسبوعين الأخيرين جملة من التهديدات في رسالة تبعثها نحو خصومها المحليين والإقليميين بأن قواعدهم في البحر الأحمر والمحيط الهندي تحت مرمى نيران قواتها الصاروخية وطيرانها المسير. ورأى الصحفي اليمني المتخصص في الشأن العسكري أحمد شبح أن تهديدات الحوثي البحرية فعل مشابه للتصعيد الإيراني في مضيق هرمز وفي جزر طنب وأبو موسى الإماراتية التي تحتلها إيران،
وقال شبح لصحيفة العرب الجديد إن ميليشيا الحوثي تذهب إلى إطلاق مثل تلك الاستعراضات والفقاعات عسكريا وأمنيا لمحاولة إطفاء جذوة الاحتقان الشعبي المتصاعد ضدها وهروبا من التزاماتها حيال المعاناة الإنسانية التي تفرضها على اليمنيين، وكذلك محاولة رفع معنويات مقاتليها وتخفيف اليأس والإحباط في صفوف عناصرها وأنصارها. من جهته رأى الباحث العسكري والاستراتيجي علي الذهب إن تصريحات الحوثيين محاولة لتهديد نفسي بضرب مصالح الغرب التي تمر في البحر الأحمر، مضيفا بهذا يسعون لفرض إرادتهم السياسية ومطالبهم عبر خلق جو من التهديد لهذه المصالح. ورجح الذهب في حديث للعرب الجديد أن التهديدات لن تتعدى هذا المستوى، مشيرا إلى أنه في حال استئناف القتال فإن ذلك لن يتعدى المستوى الداخلي حربا داخلية، وقد تكون أيضا على الشواطئ مع القوات الحكومية المتمركزة شمال الحديدة وجنوبها وصولا إلى باب المندب، ولن تتعدى ذلك إلى تهديد المصالح الدولية في المياه المحاذية لليمن. نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا قالت فيه إن وثائق جديدة كشفت عن اشتداد الصراع بين قادة الميليشيا الحوثية للسيطرة على قطاع الكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء بموازاة الأنشطة التنافسية على تحصيل الجبايات والإيرادات وممارسات الفساد والاستئثار بالموارد والهيمنة على الإنتاج. في هذا السياق تقول الصحيفة إن القيادي الحوثي محمد أحمد البخيتي المعين وزيرا للكهرباء اتهم القيادي الآخر هاشم الشامي المعين في منصب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، اتهمه بمخالفة القوانين واللوائح وتجاوز صلاحياته من خلال تعيين أتباعه لشغل مناصب عدة في مفاصل المؤسسة وعدم التشاور مع البخيتي. أفادت الصحيفة في تقريرها أن صراع الأجنحة والقيادة الانقلابية الحوثية على النفوذ والفساد في قطاع الكهرباء اتخذ شكلا تنافسيا جديدا لتحقيق إيرادات من السيطرة على محطات التوليد العاملة بالوقود وفرض جبايات باهظة على ملاك المحطات الخاصة. ومن بين هؤلاء القادة تقول الصحيفة إن حسين مقبولي نائب رئيس وزراء الانقلاب لشؤون الخدمات والتنمية ومحمود الجنيد نائب رئيس وزراء الانقلاب لشؤون الخدمات وعبد الغني المداني يزعمون إنشاء محطات للألواح الشمسية بقدرات هائلة لإنارة الشوارع وتزويد المستشفيات والمستوصفات والمدارس بالطاقة في مشروعات تصفها المصادر بالوهمية التي تبرر عمليات الفساد ونهب الأموال العامة. تفيد الصحيفة أيضاً أن هاشم الشامي يسعى إلى السيطرة على قطاع توليد الكهرباء بالوقود من خلال ملاحقة ملاك محطات التوليد عبر ما يعرف بقضاء الصناعة بتهم تتعلق برفع أسعار الاستهلاك وعدم الالتزام بالتعرفة التي أقرها الانقلابيون. ويستخدم الانقلابيون بحسب ملاك المحطات عدادات يجري التلاعب بها لتزوير أرقام استهلاك السكان من المحطات التي يديرونها، ما يجعل فواتير المحطات الخاصة أقل سعراً وأكثر مصداقية، إلى جانب أن مقارنة تكلفة الإنتاج في المحطات التابعة للانقلابيين أعلى من سعر التكلفة بفارق كبير. إذن مشاهدينا ختام السلطة الرابعة أودعكم وأترككم مع كاريكاتير اليوم، إلى اللقاء.